السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل قصة صاحب الجنتين. رغم محاولة صاحب الجنتين زعزعة إيمان الرجل الفقير، إلا أنه تمسك بإيمانه الراسخ وقال للغني أن شكر الله تعالى وتقديم المشيئة عند قدوم الخير أمر واجب، وإن كنت تظن أنك أغنى مني مالا وولدا، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يعطيني خيرا من جنتك هذه. وأخذ يحذره من غضب الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الصحيح إذا دخل الإنسان أملاكا له أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن ينسب القوة والملك والنعمة لله. وبالفعل أتى عقاب الله لذلك المكابر الذي فتن بالدنيا واغتر بجنتيه، فأرسل الله سبحانه وتعالى على جنتيه صاعقة دمرتهما وأهلكت ما بهما من ثمار، وندم صاحب الجنتين، ولكن بعد زوال النعمة العظيمة التي كان يمتلكها بسبب كبره وغروره. ودلوقتي جه ميعاد الفزورة، من هو خليل الله؟ هنتظر إجابتكم. وكل عام وأنتم بخير، وعيد فطر سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعاً.